سلام البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مسمنات معمرين بحشوه حلوه على شكل بسطيلات فرديين كيف ما كتشوفوا، كيجيو رائعين لا في المنظر ولا في المذاق. وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك باش يوصلكم الجديد دائما. غادي نمشيو على بركه الله باش نحضروا العجينه ديال هاد المسمنات هادو. عجينه سحريه كيف ما كنقولوا، كتجي رائعه، كتجي بحال شكل ورقه. عندي هنايا نصف كيلو من الدقيق الفورس، وعندي رابعه ديال القمح كنقسمها على جوج، وعندي معلقه ديال الخل، وعندي معلقه ديال السنيده كبيره، وعندي قبصه الملح، وعندي نصف خماره ديال الحلوه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف المقادير كامله وغادي نعجن بالماء دافي عجينه عاديه. المهم هو انها خاصها تكون مدلوكه مزيان، هذا هو السر ديالها باش كتجينا مورقه. كتشوفوا معايا حبيباتي الغاليات، عجنت العجينه وقطعتها على شكل قريصات متوسطين كيف ما كتشوفوا. غادي ندوزو غادي نحضروا الحشوه ديال هاد المسمنات هادو. عندي هنا التفاح مقطع وعصرت عليه الحامض باش ما يكحلش كيف ما كتشوفوا، مقطع رقيق. وعندي كاس ونص ديال الكاوكاو مهرمش كيف ما شفتوا، كاس ونص ديال العنبه، وعندي معلقه ديال القرفه، وعندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. تقدروا ديروا بدل السكر سنيده العسل اذا بغيتوا. وعندي الزبيب كيف ما كتشوفوا هنا، الزبيب مرطب من قبل. وعندي الزبده هي باش غادي نطيح فيها داك التفاح حتى كيطيح مزيان فوق البوطه. عاد كنزيد عليه المقادير الاخرى اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نشحر هاد الزبده مع التفاح ديالي حتى كيطيحوا مزيان، وعاد غادي نزيد عليهم المقادير الاخرى. شوفوا معايا حبيباتي الغاليات، من بعد ما سالينا من التوجات ديال الحشوه غادي نوضعوها تبرد باش تسهل علينا. وغادي ندوز ونورق المسمنات ديالي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كنورقهم على شكل مسمنات مربعين، ومن بعد كنعمرهم بالحشوه ديال التفاح اللي صايبنا كيف ما كتشوفوا. انا غادي نوريكم العمليه 3 أو 4 مرات قدامكم باش تستافدوا مزيان وباش توصلكم الفكره ان شاء الله. Bye.
معايا حبيبتي الغاليات. انا من بعد ما ورقت المسيمنات ديالي وربعتهم بهذا الشكل هذا غادي نعمرهم بالحشوه وغادي ندهنهم بالبيض وغادي نوضعهم يطيبوا ان شاء الله على بركه الله. شوفوا معايا حبيباتي الغاليات انا غادي ندهن المسيمنات ديالي ونوضعهم يطيبوا ان شاء الله. واهم شيء في هاد المسيمنات هادو هو انهم كيجيو صحيين، فيهم الزبيب فيهم التفاح، يعني كيجيو صحيين، هذا هو اهم شيء، هو انهم صحيين بالنسبه للوليدات كيجيو رائعين. Thank you.
كتشوفوا معايا حبيباتي الغاليات، انا بعد ما وجدت البسيطلات ديالي وطابو دهنتهم بالناباج وزينتهم بكاوكاو مهرمش كيف ما كتشوفوا، كيجيو رائعين رائعين، لا في المنظر ولا في المذاق كيجيو ما نقولش لكم اليوم. وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك باش يوصلكم الجديد. يلا بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.